السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مكي قناة موزة لكم اليوم بمقطع جديد مقطعنا اليوم عبارة عن نكت متابعين جماعة الخير فقبل بداية مقطع يا جماعة الخير لا تنسون تصلون محمد خليكم مع المقطع طيب يا جماعة الخير لي ثلاث محاولات يا جماعة الخير إذا ضحكت ثلاث ثلاث مرات آه راح تحددون أنتم عقاب عقاب نكتة المتابعين يا جماعة الخير ف... لي خمس ثواني يا جماعة الخير بكت من الضحكة آه إذا ما ضحكت بعد خمس ثواني خلاص راحت المحاولة إذا ضحكت قبل قبل ما تتم خمس ثواني راح شو اسمه راح ينقص من القلوب اللي هنا طالع لكم يا جماعة الخير فولا وإذا ضحكت ثلاث مرات وإذا قضى القلوب اللي هنا تكتبوا لي عقاب تحت في الكومنتات عجبكم هذا المقطع يا جماعه خير لا تنسوا تضغطوا لايك كنت فعلا جرس تنبيهات وما يبي يطول عليكم خليكم مع المقطع طيب يا جماعه خير اول نكته محشش اسمه سالم زعل من بيتهم وفكر يسافر وهو رايح المطار شاف لوحه مكتوب فيها ارجع لنا سالم <applause> ضحكت من الحين رجع رجع بيتهم يبكي قال طيب ليه <تصفيق> <تصفيق> اول قلب راح يا الخير ثاني ديك قال يا ضعيفة ياخذون بيضة وانتي ساكتة قالت له على الاقل احسن من اللي بدون ما يص... اللي ولا يصلي طيب النكتة اللي بعده جبان ينط من الدور العاشر قام نط من الدور الخامس مرتين هو بينط من الدور العاشر الدور العاشر نط من الخامس ثم نط من الخامس مرة ثانية عشان تصير خمسة وخمسة عشرة اللي <applause> 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 بعده يا جماعة الخير محشش بنشرت سيارته ووقف له واحد وقال معك معك سبناه قال محشش ونعم الله النكتة اللي بعده ديك قال الدجاجة يضع هذي نفس نفس الكومنت هذي نفس الكومنت يا جماعة الخير اللي تو قريتها طيب النكتة اللي بعد محشش راح المكدونالدز قالوا مع قالوا عندكم حلقات بصال قالوا آه قال لهم تمام اعطوني الحلقة الأخيرة راحت ما النك... جت ضحكة النكتة اللي بعدها يا جماعة الخير محشش محشش جاء ابوه وهو ماسك كتاب قال له تذاكر قال له الدخول مجانا <تصفيق> <تصفيق> انا اللي بعد يا جماعه الخير واحد يوصف استراحه واحد يوصف استراحته المحشش يقول المحشش لو في بعدين امش سيده لين يجيك حرف تي ولين يجيك حرف تي قال محشش سمول او ك او كابيتال طيب يا جماعة خير النكتة اللي بعدها محشش والله كل النكت محشش محشش محشش, محشش 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 ولدت زوجته الساعة ثلاث بالليل وجابت ولد وجابت ولد وأول ما شافه ضربه كاف قالت قالت زوجته ليش تضربه قال من أول قال من أول من أول يوم جاي في نص في نص الليل إذا كبرت متى بيجينا إذا كبر متى يجينا أي يعني قصده أول ما أن ولد جاب نص الليل وإذا كبر متى بيجينا يعني بتأخر يعني على البيت فما فهمته بالبداية ونروح للنكتة اللي بعدها يا جماعة الخير النكتة اللي بعدها كانوا هناك بصل وموز قال الموز حق البصل روح روح عني ياللي راي رايحتك خايسة قال البصل وانت روح عني يلي يلي بيفسخونك وانت ساكت <applause> اتمنى تقول اسمي محمد فارس السكس بي هل والله محمد فارس خير هذه يمكن من احسن النكت في, المقط... في مقطعنا اليوم والنكتة اللي بعدها جماعة خير النكتة اللي بعدها انا ما حد يمشيني على مزاجه ابدا كان من كان الا الشاحن بيخليني اقعد اقعد في مكان اللي على مزاج امه <applause> طيب يا جماعه الخير نكت ما ادري كم ضح... ضحكت يا جماعه الخير راح يطلع لكم هنا فاذا شو اسمه اذا ضحكت ثلاث مرات راح تكتبوا تحت في الكومنتات اللقاء وطبعا يا جماعه الخير هون وصلنا نهايه الفيديو اتمنى عجبكم هذا المقطع ما ادري كم ضحكت يا جماعه الخير طلع كم ضحكت اذا ضحكت ثلاث مرات راح تكتبون عقاب تحت في الكومنتات عقاب نكت المتابعين المقطع الجاي ان شاء الله راح يكون تحديات المتابعين باذن الله وما بيطول عليكم مقطع يا جماعه الخير اشوفكم باذن الله المقاطع الجايه سلام عليكم